العالم. هل في لعيبه من المنتخب المصري سواء في مباراه امبارح او يعني على مدار البطوله كلها لفتوا نظرك، او شايف ان عندهم المقومات اللي تسمح لهم ان هم يلعبوا في دوري كبير زي الدوري الايطالي؟ Ma guarda, allora, se devo essere sincero, Luca, قبل non اي ho شيء visto tutte le partite dell'Egitto, كي però اكون صريحا معكم، partita di ieri, devo انا essere شاهدت sincero, مباراه منتخب مصر النهائيه فقط، impressionante. لكن حارس Con delle المرمى المنتخب parate المصري straordinarie, كان رائع وخارق، parate veramente con la قام بعمل faccia, con la punta عده della sua faccia انقاذات all'Italia. صعبه جدا. È stata una sorpresa, non lo conoscevo, كانت devo essere مفاجاه sincero, بالنسبه لي ان اشاهد حارس مرمى عظيم كحارس منتخب مصر بالامس. بمناسبه كلامك عن كارلوس كيروش، يعني طبعا مدرب برتغالي كبير، خليني اسال المدرب بقى جيان فرانكو زولا، يعني احنا هنا في مصر في افريقيا بشكل عام وفي مصر بشكل خاص في تجارب كتير ناجحه لمدارس التدريب، يعني الالمان موجودين بقوه وحققوا انجازات مع الانديه ومع المنتخبات، الفرنساويين نفس الحكايه، البرتغاليين اصحاب بصمه، المدرب الايطالي يكاد يكون مش موجود سواء على مستوى الانديه او على مستوى المنتخبات، هل عندك تفسير لده؟ Questo non lo so, Luca. Non dipende. هذا لا اعرفه ولا اعلم لماذا، ci لكن sono scuole في الايام الاخيره di والسنوات الاخيره المدربون الايطاليون بداوا يخرجون خارج ايطاليا، وذهبوا الى اسبانيا وذهبوا الى انجلترا وذهبنا الى المانيا ونذهب ايضا الى هولندا، لكن لان الكره الاوروبيه قريبة جدا من الكرة الإيطالية، لكن هي مدارس مختلفة. هناك المدرسة الإيطالية صعب أن تتأقلم مع الكرة المصرية، لأن الكرة الأفريقية والكرة المصرية هي صعبة وبعيدة شيئا ما، مع كل الاحترام للكرة الأفريقية والمصرية هي بعيدة كل البعد عن فكر الإيطالية.